أهلا بكم. دعا مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الغارة الجوية التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على مدينة صعدة باليمن، ما أسفر عن مقتل عشرات الأطفال. واتفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دراسة نتائج التحقيق الذي تعهد الجيش السعودي بإجرائه حول الغارة الجوية. التحالف بقيادة السعودية أعلن فتح تحقيق في الغارة بعد يوم من وصفه إياها بأنها عمل عسكري مشروع ضد المسلحين الحوثيين. لقد عبروا عن قلقهم الشديد إزاء هذه الهجمات وجميع الهجمات الأخيرة في اليمن، ودعوا إلى إجراء تحقيق موثوق وشفاف، وأرسلوا تعازيهم إلى الضحايا وعائلاتهم.